الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. تفضل سيد رامي، ما تفاصيل هذا الاستهداف؟ لا التفاصيل، نعم مساء الخير، طبعا التفاصيل بأن هناك استهداف أحد مقرات حزب الله اللبناني أو يتواجد فيها الحرس الثوري الإيراني. على ما يبدو هناك يعني اغتيال أو محاولة اغتيال لشخصيات موجودة في هذا المبنى الذي يقع في محيط السيدة زينب في فندق أو بالقرب من فندق، وهي منطقة تابعة لحزب الله اللبناني وفق جميع الموجودين في تلك المنطقة معلومة بأنها هي لحزب الله اللبناني، ولكن في النهاية هي استهدفت ودمرت من طائرات لا يعلم حقيقة أمر، لا يستطيع الجزم بأنها إسرائيلية، قد تكون غير إسرائيلية مثل ما قلنا في النجرة السابقة بأنه قد تكون أمريكية استهدفت هذا الموقع ردا على قتل الجنود الأمريكيين، ولكن في النهاية هناك معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في استهداف منطقة السيدة زينب. فشلت الدفاعات الجوية يعني إفشال هذه الغارة التي لا يعلم إذا ما كانت إسرائيلية أم غير إسرائيلية. طيب سيد رامي، أنت قلت هي محاولة اغتيال أو محاولة اغتيال، عادة من هي الشخصية التي تمثل الحرس الثوري الإيراني متواجدة في حزب الله؟ في حزب جميع المناطق التي استهدفت هي كانت لحزب الله أو مقرات للإيرانيين، ولكن عندما قتل رضي المسوي كانت المزرعة هي لحزب الله اللبناني، لم تكن الحرس الثوري الإيراني. لذلك قد تكون شخصية هي من الدرجة الأولى جرى استهدافها من أجل رفع المعنويات حقيقة أمر. في اسم؟ استهداف في منطقة، في اسم متداول؟ استودعات عسكرية، في اسم متداول؟ لا يوجد اسم متداول، لا يوجد أي اسم متداول حتى اللحظة، لكن الاستهداف هو ليس لمستودع، الاستهداف هو لمبنى في منطقة السيدة زينب. نعم، على ما يبدو ستظهر صورة بعد قليل أو الآن ستظهر هذه الصورة متداولة لموقع الانفجار، ولكنها أو الاستهداف تصاعد الدخان ولكنها من بعيد تم تصويرها. طيب سيد رامي، مثل هذه المنطقة التي يتواجد فيها عناصر من الحرس الثوري الإيراني، هل تكون هذه المنطقة محصنة فعلا؟ محصنة فعلا، ولكن مثل ما قلنا سابقا هناك اختراق كبير جدا للحرس الثوري الإيراني لحزب الله اللبناني، رغم كل الاعتقالات التي كانت لضباط سوريين ولسوريين عاملين مع هذه الميليشيات، إلا أن الخروقات الإسرائيلية هي كبيرة جدا لهذه المجموعات الموجودة داخل الأراضي السورية. لكن هناك تدمير للمبنى الذي استهدف، هناك يعني شريط مصور عن قرب يعني من الممكن أن نرسله بعد قليل إلى الحدث. طيب أكيد سنحاول التواصل معك بعد قليل أيضا لمعرفة إذا كانت هناك مزيد من المعلومات المستجدة، ومن هي الشخصية التي كانت مستهدفة في هذا الانفجار، ومن فعلا قام به إسرائيل أو الولايات المتحدة. طيب على ما يبدو معنا أكثر وقت معك سيد رامي، عادة أنت قلت منذ البداية في بداية البرنامج عندما كنت معنا ونتحدث عن البرج 22 الذي تم استهدافه من جانب ميليشيات مسلحة تتبع لإيران، هناك إعادة تموضع لهذه الميليشيات، ما الذي يجري داخل سوريا؟ لماذا لم تتمكن هذه الميليشيات من حماية نفسها؟ هل هناك من يتربص بها في الداخل يدلي بمعلومات استخباراتية قبل استهدافها بلحظات قليلة؟ بشكل قطعي، مثل ما كان عليه الحال يعني اجتماع الحرس الثوري في المزرعة عندما دخلوا إلى هذا المبنى بعد أقل من ساعتين جرى استهدافهم من قبل الإسرائيليين، قبله رضي المسوي في أقل من ساعة دخل إلى المزرعة وجرى استهدافه في المزرعة التي دخل إليها ومزرعة بالقرب منها تحسبا لأن يكون هناك أنفاق داخل هذه المنطقة. لذلك أقول لأن هناك عملاء بشكل قطعي متواجدين على الأرض هم الذين يعطونا إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية الإحداثيات للمناطق التي تستهدف، ويدل وهذا يدل بأن يعني هذا يعني بأن الخسائر البشرية أو حتى التدمير يجري وفق معلومات استخباراتية وليس يعني معلومات قديمة لدى إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي مدى قد تكون عملية إعادة هيكلة المنظومة والمؤسسات الأمنية في التي قامت بها الحكومة السورية رادعة لمثل هذه الاستهدافات؟ يعني صعب جدا ان تكون رادعه، حتى قضيه يعني الردع بالنسبه للنظام، النظام لا يملك جميع المداخل لدى هذه المجموعات ولا لايران، وهم لا يثقون حقيقه امر بالنظام، في كثير من الحالات يمنعون دخول ضباط النظام الى المناطق الخاضعه للسيطره الايرانيه او لحزب الله اللبناني. نحن نشاهد هذه الصور تبدو أكثر قربا للانفجار الذي جرى في منطقة السيدة زينب لمقرات تابعة للحرس الثوري الإيراني، ويقال بأنه المستهدف هناك ميليشيا حزب الله اللبنانية.
يعني عادة مثل هذه المناطق سيد رامي تكون مناطق سكنية؟ هي مناطق، هي ضمن مناطق سكنية، يعني المعلومات بأن هناك فندق أو محيط فندق جرى استهدافه من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية لا نعلم بعد تواجد شخصيات في هذه المنطقة. إلى الآن لا يعلم إذا كانوا حرس ثوري إيراني أم حزب الله لبناني أو حتى مجموعات عراقية متواجدة بشكل كثيف في تلك المنطقة من الأراضي السورية. طيب بالنسبة لما يجري الآن ما بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وما يجري في قطاع غزة وبعض الميليشيات هناك، إلى أي مدى قد يكون حجم المخاوف بأن سوريا تكون هي ساحة الصراع المقبلة التي يتم الحديث عنها الآن؟ منذ البداية قلنا بأن سوريا هي الحلقة الأضعف وهي الملعب التي تلعب فيه إيران بعيدا عن أراضيها وتلعب فيه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، أي أن الأراضي السورية وسوريا والشعب السوري هم ضحايا هذه المشاريع الموجودة في المنطقة. نعم. طيب شكرا لك على كل هذه الإيضاحات رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.